سمعت من فضيلتكم ان التصوف هو صدق التوجه الى الله في كل شيء. نعم. طيب هل لابد ان اكون في شده لكي استشعر هذا المدد وهذا الفيض وهذا القرب؟ نعم. واسمع يعني نعم. وعفوا سيدتي انا يعني سالت السؤال بشكل يعني نعم. ربما يكون مغاير لما قلتي، ولكن هو معنى الذي اردتي. نعم، هي بتقول يعني ان هي لاحظت صدق التوجه ده في الناس رقيقة الحال. أيوة طبعا. ليه؟ ده صحيح وأيضا ليس لازما. أيوة صحيح إذا عرفنا المعنى. طبعا لا شك إن يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى عنه. ليه؟ لأن باب الصفاء وباب الصدق ايه؟ هو الفقر الى الله تعالى. الفقر باب الدخول على الله تعالى، باب الصفاء، باب الصدق، الفقر. الفقر المقصود به طبعا الفقر حسي، ولكن له معنى اعمق من هذا بكثير. هذا الفقر اللي في الظاهر ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان الدنيا والاهتمام بها إذا ما استولت على الإنسان فبالتالي ينحدر إلى حظوظه وشهواته ويغيب بالحس عن المعنى، عن الروح، عن الآخرة، عن الصفاء، عن الحقيقة الخالدة الربانية، الحياة الخالدة الأخرى. فده في علاقة صحيح بين الفقر في الظاهر وبين الفقر الحقيقي، وهو الاحتياج لله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقر لله معناها ألا يكون لك حول ولا قوة ولا أسباب ولا اعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. كلما ترقى الإنسان إلى هذا المعنى فيبقى عنده الصفاء، يبقى عنده صدق لله تعالى. فمن هنا بيكون إيه؟ صاحب الفقر الحسي كثيرا ما يكون صاحب فقر معنوي، لأن الدنيا لم تملك عليه أمره. الحظوظ النفس، لأن لا شك زي ما قالوا السادة المربين المشايخ، من أكثر من المباح عايش في الرفاهية الزائدة هيروح لفين بقى؟ أو شك أن يقع في المكروه. أهو ما أنه مباح حلال ما قالش لا، بس في طبيعة النفس البشرية. عشان كده إيه هنا فقه التربية، فقه التصوف هنا إيه؟ الزهد، معنى الزهد بقى الحقيقي. فأقول لك إيه؟ من أكثر من المباح أوشك أن يقع في المكروه، ومن أكثر من المكروه أوشك أن يقع في الحرام، ومن أكثر من الحرام أوشك أن يطمس على قلبه، العياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، على قلبه نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. فإذا إيه؟ عشان كده الميزان، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وعشان كده الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 إيه؟ سنة. عشان كده. لكن نفقه المعنى، مش معناها الفقر الحسي فقط. فقد كان فقراء المهاجرين والأنصار في مبدأ أمرهم فقراء في الظاهر، ثم كان بعد ذلك الفتوحات والأموال، فكان منهم الغني الغنى والثراء الفاحش، وكان منهم العزيز الأمير الحاكم. فلم يخرجهم الفقر، لم يخرجهم الغنى عن فقرهم لله تعالى كما كان مبدأ أمرهم، ولم تخرجهم الإمارة والعز عن مبدأ أمرهم كما كان في البداية من الذل لله تعالى والتواضع بين يديه. فطبعا يعني لكن ليس دائما ان الشده والفقر بيكون هو الايه الاساس، لان ضربنا امثله كثيره. هو ممكن